السلام عليكم، معكم راضي عقار من مدينة شفشاون، صانع تقليدي اللي في لوحة فنية اللي كتعطي واحد اللمسة بالتراث ديال مدينة شفشاون. بالنسبة لهاد ابتكارد هاد لي طابلو طروادي، واحد النهار قلت نعدل شي حاجة جديدة بالنسبة لها المنتوج. كاين بزاف ديال المنتوجات ديال الحرفيين ديال مدينة شفشاون، قلت أنا نعدل شي حاجة جديدة، وعطاني الله واحد إلهام قمت بهاد عمل ديال هاد لي طابلو. كاينين الناس في مدينة شفشاون معروفين بالفن ديالهم، وكل فنان في اختصاص الموهبه اللي عطاها الله سبحانه وتعالى. كاين الناس اللي كيرسموا على الجدار، كاين الناس اللي كيرسموا على الرقعة. وبالنسبه لي انا قلت نختار شي حاجه جديده من المدينه ديالي، وانا عذب لا من قولت انا قررت نرسم بالطريقه ديالي الخاصه اللي هي هذا الرسم على اللوحات الطروادي. بالنسبه لاول طابلو كان في عام 2016 اللي شاركت فيه في مسابقة أمهر صنع، وحصلت على الرتبة الثانية في أمهر صنع. هذه الشهادة هي اللي حفزتني نزيد في هذا المنتوج هذا، ووقع واحد الإقبال من الساكنة ديال مدينة شفشاون، وهما اللي عطوني واحد الحماس اللي شجعونا. زدنا طورنا المنتوج اللي الحمد لله من الكليان ديالي كيعجبه من المنتوج ديال مدينة شفشاون، كيطلبوه سور كوموند. كاين اللي كيعطيه عن عائلتهم فرنسا، طاليان، اسبانيا، في المانيا. هاد لي طابلو في جميع الدول الاوروبيه، ما كرهناش من هذا الفن هذا، تبقى بصمه ديالي ان اجيالي يتفكرون فيه ويقوموا بتكميل رسالة في هذا القطاع هذا. وما كرهنا شيء من المسؤولين ديال هذا القطاع ديال الصناعة التقليدية يعملوا واحد التفاتة من هاد الحرفيين اللي كيعدلوا ابتكار جديد من هاد المدينة، يلتفتوا ليهم ويزوروهم ويشوفوا المعاناة ديالهم، وتشوفوا باش كيحس هذا الحرفي باش يزيد يجتهد ويعطي شي حاجه جديده لهذه المدينه. ما كرهناش نرجعوا قيمه لهذا القطاع ديال الصناعه التقليديه ديال مدينه شفشاون.